خلينا نرحب بالفريق والرب اللي فيهم و مجد للرب. هيكون التسبيح والخدمة على فم الفريق. أمين. تعالوا قولوا يا رب النهاردة أنا محتاجة لك قوي، محتاجة يا رب فعلا. أنا جاية يا رب بضيقي، وجاية يا رب بتعبي قدامك، جاية يا رب فعلا لأب حنين، لأب بيتحمل كل تعبنا، لأب بيتحمل كل أوجعنا، لأن هو فعلا مر بالأتعاب والأوجاع. قول يا رب أنا محتاجة لك النهاردة. أنا مش عارفة كلكم جايين ليه أو فيكوا إيه، لكن هو اللي بيعرف. باركي يا نفس الرب ولا تنسي جميع حسنات يا رب. بباركك يا رب النهاردة وبعليك وسطينا، بباركك يا رب النهاردة وبعلن يا رب فعلا، بعلن يا رب فعلا الحماية فيك، بعلن حمايتنا فيك يا رب. تعال يا رب فعلا النهاردة بسكيب روحك، اسم يسوع المسيح. كون انت يا رب السيد في المكان يا رب يسوع. احنا يا رب اناء، اناء انت يا رب بتستخدمه، احنا اناء يا رب انت بتستخدمه لمجدك يا رب يسوع. ليس لنا، ليس لنا، لكن لاسمك نعطي مجدا. عايز اقول لك كتر خيرك. مين هيقول للرب يسوع النهاردة كتر خيرك يا رب، كتر خيرك يا رب اللي انت عطيني عمر غد النهاردة. اشكرك لك كل المجد يا رب، حافظني وحافظ بيتي وحافظ اولادي لك كل المجد يا رب. اشكرك. يلا يا شعب الرب. وبتحرصنا وتأمننا، انت وضعنا بيطمننا، وياك لن خف ولا نبال، وعليك طول عمر علينا وحمينا وبتعتنى بينا، وعشان انت موجود فينا الأحزان بتسيبنا وتبعد. عايز أقولك كتر خيرك، ده مفيش زيك ومفيش غيرك. عايز أقولك كتر خيرك، ده مفيش زيك ومفيش غيرك. دايما بمحبة تعملنا مهما عملنا تستحملنا، واحنا كبيرة بتحبني اكتر ما بحبك، وبعيد بس مكاني في قلبك، واما رجعلك تفتح حضنك اعند وابعد وارجع تلف. شلت صليبي كانه صليبك، وانا لسه ببعد وبسيب. عايز أقولك كتر خيرك، ده مفيش زيك ومفيش غيرك. دايما بمحبة تعملنا مهما عملنا بتستحملنا، يا ما كتير عنك ملنا وبننسى تفكيرك وبننسى واحنا في تفكيرك. هللويا.
تعال قول له يا اللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك هتكمل. هللويا لك كل المجد يا رب. يا اللي بديت الرحلة معايا واثق فيك انك انت كل الأرض يا إلهي. ما أعظم اسمك. لكل المجد يا رب. لكل المجد. غنها له بقلب صافي وجميل كده. عايز يسمع صوتك النهاردة. قل له يا رب أنت إلهي العظيم. أنت إلهي العظيم يا رب. يا يسوع اسكب علينا من روحك. وبغني بين الناس انا ليا العظيم. وبغني بين الناس انا ليا العظيم. انا ليا العظيم. انا ليا العظيم. وبغني بين الناس انا ليا العظيم. وبغني بين الناس انا ليا العظيم. وبغني بين الناس انا ليا العظيم. انا ليا رغم اني عوشت المستقيم ما حصل في ذنوبي. يلا مع بعض. وبغني بين الناس انا ليا العظيم. وبغني بين الناس انا ليا العظيم. انا ليا اله. انا ليا اله عظيم. وبغني بين الناس انا ليا اله عظيم. وبغني بين الناس
بين الناس انا ليا اله عظيم انا ليا اله عظيم انا ليا اله عظيم وبغني بين الناس من الوبوط إلى حفرات الجحيم وجدت وأنا في دنيا بدمي الكريم وبغني بين الناس أنا ليا العظيم وبغني بين الناس أنا ليا العظيم أنا ليا العظيم أنا ليا العظيم وبغني بين اترائف علي إلهي الرحيم وعلى ركبتي حملني كالفطيم اترائف علي إلهي الرحيم وعلى ركبتي حملني وبغني بين الناس أنا ليا العظيم وبغني بين الناس أنا ليا ليا العظيم وبغني بين الناس انا ليا العظيم انا ليا اله عظيم انا ليا اله عظيم وبغني بين الناس انا ليا العظيم من حوله اغاني تسبيح الصرافين لكن سامع مني الصلاه والترنيم من حوله اغاني تسبيح الصرافين لكن سمع مني الصلاة وبغني بين الناس أنا ليا العظيم وبغني بين الناس أنا ليا العظيم أنا ليا العظيم أنا ليا العظيم وبغني بين الناس أنا ليا العظيم هللويا لك المجد أقدر أقول له يا ابويا اقدر اقول له حبيبي عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل الدنيا هللويا لك كل المجد يا رب ايوه شفتك حاضر عارفين اللي عمل شمس وقمر وجود وسطينا رب عايز يسمع صوتكم صدقوني عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل دنيا واللي نسمع منه تدور كل الكون في الثانية عارفين اللي عمل شمس وقمر وكل دنيا واللي نسمع واللي يكون في ثانية واللي أنفاسه بتنزل أساس الجبال أنفاسه بتنزل أساس الجبال واللي ما يعرف نهاية وبدايته الأساس قادر أقول يا أبويا وأقول لحبيبي قادر أقول يا أبويا قادر أقول لحبيبي قادر أقول لحبيبي وأبويا وحبيبي عارفين لما كان مع موسى وشعبه في البريه واللي نق البحر سوه وعداهم في الميه عارفين لما كان مع موسى وشعبه في البريه
شق البحر الزوق عدهم في المية. يوسف لما كان في سجنه نجا يوسف لما كان في سجنه نجا بالخطايا وهلفت يا عبره في النار وعطاه أقدر أقول لحبيبي أقدر أقول لأبويا أقدر أقول لحبيبي أقدر أقول لأبويا وحبيبي أقدر أقول لأبويا وحبيبي. عارف لما كان مصيري موت ونار أبدية نزل واتصلب بدالي وسحق راس الحية. عارف لما كان مصيري موت ونار أبدية وصلت بدالي وصحت راس الحية. شل عني عار الخطية ونبوس العمية شل عني عار الخطية ونبوس العمية ويصفي عني وشفاعة وشفاعة. أقدر أقول يا أبويا أقدر أقول له حبيبي أقدر أقول له يا أبويا أقدر أقول لأبويا وحبيبي هللويا الله هو أبويا هللويا الله هو أبويا من السماء على Hallelujah, Allahu
خدني ابن الخطة أعظم خطة مش يسوع الله هللويا شفتك في التجارب وقت لما عدو حارب هو قادر أن يعين المجربين لأنه جرب أولا مر بكل الأتعاب اللي انت بتمر بيها أتعاب نفسية وجسدية هو مر بكل ده بيقول لك مهما التجارب أنا معاك أنا الرب الممسك بيمينك أنا معك طول الأيام وإلى انقضاء الدهر أيوة شفتك في التجارب وإنت بتدربني حارب نحارب إيه بسيف؟ لا نحارب بكلمة ربنا اللي جوانا الروح القدس المعزي اللي جوانا هو ده السلاح بتاعنا أمين شافك في التجارب وانت بتدرب نحارب كنت خايف من نهاية انا كنت خايف من نهاية شفتك الاسد اللي غالب ايوة شافك في انحناك وانت بتشكل شوفتك في الحناية وانت بتشكل إلهي كنت فاكرة مش معاك أنا كنت فاكرة مش معاك شوفتك إلهي أيوة شوفتك في الأمان مش معايا وانت ماسك الزمان ايوة شفتك في انتصاري وانت بتغير مصاري ايوة شفتك في انتصاري وانت بتغير مصاري كنت شايف كنت شاك في العينات وانت بترد اعتباري ايوة شفتك وسط ضعفي وانت بتداوي وتشفي ايوة شفتك وسط ضعفي وانت بتداوي كنت بسأل على الحماية وانت بتحارب معايا
غير يا رب. وانت بتغير مصاري كنت شاكي في العناية. انا كنت شاكي في العناية. وانت بترد اعتباري بناني ورد بيا اشتراني وحن عليا. قول يا رب انا بشكرك من اجل دمك الثمين اللي دفعته على عود الصليب من اجل خطاياي. اديتني يا رب تصالح مع الله الاب. بشكرك من اجل دمك الثمين يا رب الغالي. بشكرك يا رب من اجل البنوه اللي انت مديها لي. بشكرك يا رب لاجل النعمه والبركه اللي انت بتديها لي في بيتي في كل حته انا بروح. يا رب فعلا نعمتك يا رب مغطياني. امين في اسم الرب يسوع. شكرا. تعال نقول له تبناني ورد بيا واحنا قاعدين. ازاي ازاي ايام الحرب. اشتراني. عارفين لما واحد يبقى محكوم عليه بالموت وفجأة ياخد براءة في المحكمة. هو محكوم عليه بايه؟ بالموت. وفجأة ياخد ايه؟ براءة. يبقى شكله ايه ده؟
يفضل حزين قاعد مكلضم كده ومكشر؟ لا، ده يبقى فرحان وبيرقص لانه عمل ايه؟ خد براءة. واحنا الرب ادانا براءة، ها؟ المغفورة لكم خطاياكم، وتبنانا ورضي واشترانا بدمه. عشان كده اوعى في يوم من الايام تصلي كده بهزيمة وانكسار، تليك اله عظيم، مجد للرب. عشان كده هنسمع دلوقتي كلمة الرب مع خادم الرب الجميل اخونا الاخ سمير، رب يستخدمه في الكلمة ويديله كلمة ممسوحة بالروح القدس. امين امين. نصلي له الرب يباركه. تعالوا نقرا مع بعض، بس نقرا بصوت عالي، اللي بيعرف يقرا يردد معايا. وفيما هم سائرون دخل قرية، فقابلته امرأة اسمها مرسى في بيتها، وكانت لها لهذه أخت تدعى إيه؟ مريم، التي جلست عند قدمي يسوع وكانت تسمع كلامه. خدوا بالكم، هي مريم مشهورة بالحتة دي. لما يقولك التي جلست، يعني دي اللي معروفة بالحتة دي، مشهورة بيها، التي جلست عند قدمي وكانت بتعمل إيه؟ كانت تسمع كلامه. وأما مرسى فكانت مرتبكة في خدمة كثيرة، فوقفت وقالت: يا رب، أما تبالي بأن أختي قد تركتني أخدم وحدي؟ فقل لها أن تعينني. فأجاب، شوفوا بقى إجابة بتاع يسوع، فأجاب يسوع وقال لها: مرسى 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 مرسى، أنت تهتمين وتضطربين لأجل أمور كثيرة، ولكن الحاجة إيه؟ الحاجة إلى واحد، فاختارت مريم النصيب الصالح الذي لن ينزع منها إلى الأبد. وإحنا واقفين برضو هناخد قراءة عدد صغير من إنجيل متى، إنجيل متى وإصحاح الأخير 28 ومن عدد 18. يقول كده: فتقدم يسوع وكلمهم قائلا: دفع إلي كل سلطان في السماء وعلى الأرض، فاذهبوا وتلمذوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، وعلموهم أن يحفظوا جميع ما أوصيتكم به، وها أنا معكم كل الأيام إلى انقضاء الدهر. أمين أمين. اتفضلوا. يلا خلينا مرة تاني في نص دقيقة هيترتب عليها كل اللي جاي، خلينا وإحنا بنحني رؤوسنا ونغمض عينينا ونقول له: يا رب كلمني. من فضلك الطلبة اللي تطلبيها بس في الوقت اللي جاي، النص دقيقة اللي جاية دي، اطلبي من الرب وقولي له: كلمني، علمني، افتح قلبي وذهني، وخليني أدرك ما يقوله الروح للكنائس. ما تسمحش يا رب ان اكون قاعدة وخلاص وذهني شارد في حتة تانية وكون قاعدة بالجسد بس، لكن في اسم يسوع افتح قلبي وذهني وكياني ليك النهاردة. اديني اتمثل بمريم اللي كانت جالسة عند قدميك تسمع لكلامك، منبهرة بيك، فرحانة بيك، مستمتعة بيك، متلززة بيك. خليني اعمل كده النهاردة. انا واثقه انك في الوسط. ايوه، قولي له الكلام ده، قولي له: انا واثقه انك في الوسط. عشان كده يا رب اديني ان اكون فعلا عندي ملء الثقه واليقين انك موجود في الوسط، وانك هتكلمنا، هتعلمنا، هترشدنا، هتنصحنا، هتباركنا في اسم يسوع. رب افتح ذهني من فضلك، احصرنا بمحبتك، حاصرنا بروحك يا روح الله. حط ايدك على كل هامه منحنيه قدامك، كل اخ وكل اخت يا رب ماثل امامك في اسم يسوع. شبكه النعمه تصطاده، شبكه النعمه يا رب تجمع، ما يفلتش منك ولا واحد، ما تسمحش ابدا ان حد يخرج زي ما دخل، لكن نخرج من هنا محملين بالبركات، محملين ومشحونين بالروح القدس. املأنا يا سيد في اسم المسيح عبدك الماثل امامك. ما تسمحش ان يكون بيتكلم من ذاته او بشويه معلومات، لكن يا رب افتح طاقات السماء وارسل كلمه عند افتتاح الفم في اسم يسوع. تغاضى عن ضعفنا وجهلنا، اشفع في حياتي وحياه اخواتي، والاسمك كل الكرامه وكل المجد. امين امين. يا شعب الرب، احنا قرينا من انجيل لوقا قصة مشهورة كلنا عارفينها، مريم ومرسى والعازر، أسرة جميلة قوي، عيلة حلوة قوي، مكونة من ثلاث أفراد، الثلاثة أخوات.
يعني إخوة مع بعض، فيهم العازر ومعه أختين مريم ومرسى. والجميل في القصة وفي الأسرة دي أن الرب يسوع كان دايما يحب يروح عند الناس دي، كان بيرتاح عندهم، كان دايما كل ما يعدي يروح، كل ما يبقى قريب يروح عندهم. ويا ترى احنا بيتنا بيرتاح فيه الرب؟ بيتنا ملقان بالروح القدس؟ وده اللي احنا هنشوفه في الوقت اللي جاي. الحقيقة الاختين دول ما كانوش زي بعض، كانوا حلوين وكانوا رائعين، وانتوا كلكم كويسين ورائعين ومؤمنين، بس فيكم المؤمن القوي اللي دايما ما بيصدق يسمع ان في اجتماع يجري عليه، ما بيصدق ان في كلمة بتتقال يصند جيدا، وفيه المؤمن الضعيف اللي يمكن ايه زي قشة في مهب الريح، ممكن في الكنيسة يهلل ويرنم ويسمع ويطلع برة حد ينرفزه ويتنرفز، يمسك سيرة حد. فتلاقي فيه النوعين، فيه النوعين. احنا بنشوف في القصة دي ان مرسى كانت مرتبكة ومنهمكة ومهتمة بالخدمة. طب دي حاجة وحشة؟ لا، دي حاجة كويسة، دي حاجة جميلة جدا ان احنا نخدم. بس الرب مدح مريم وركز على مريم وقال كلام كتير حلو في حق مريم. ليه؟ قال لها مرسى مرسى، ولما يكرر الكلمة مرتين والاسم مرتين ده معناه ان بيقول ايه؟ لا، ده فيه لفت نظر، ده انت خلي بالك من الكلام اللي جاي، الكلام اللي هيتقال. زي مثلا لما يقول ايه؟ الحق الحق اقول لكم، معنى كده الكلام اللي جاي لا محتاج انتباه، محتاج اصغاء كويس قوي. فلما نده على مرسى مرتين راح قال لها انت مهتمية ومرتبكة بامور كثيرة، بس الحقيقة اللي لازم تفهميها وتدركيها، والكلام ليا وليكم النهاردة، إن الحاجة إلى واحد، وإن مهم جدا جدا إن أنا أكون بقعد باكل أكل روحي أكتر من الأكل الجسدي. الأكل الجسدي بيخلي الجسد ينمو، ده كويس مش وحش، بس في نفس الوقت خلي بالكم إن الجسد مرات بيشكل عدو ليا، لأن الجسد يجتهد ضد الروح والروح بتجتهد ضد الجسد، وكل منهم يقاوم أحدهم الآخر. فخلينا ندرك ونفهم إحنا لازم بالأولى وباهتمامنا إن إحنا ناكل أكل روحي، نغذي الروح علشان الروح تكون هي اللي مسيطرة، هي اللي بتقود، مش الجسد اللي بيقود. فقال لها كلمة حلوة كده، مريم اختارت النصيب الصالح. يا ترى اختياراتك أخبارها إيه؟ يا ترى أنا اختياراتي أخبارها إيه؟ إيه الأولويات اللي في حياتي؟ إيه اللي بيشغل حيز كبير من تفكيري؟ بفكر، ما بص أقول لكم على حاجة، لو أنت قلتي لي أكتر حاجة بتفكري فيها إيه؟ أقول لك أنت أكتر حاجة بتحبيها إيه؟ الحاجة اللي شداني وجذباني وبفكر فيها دايما وشغل حيز كبير من تفكيري هي دي الحاجة اللي أنا بحبها. طب لما يجي الرب يوصينا بالوصية العظمى، الوصية الأولى، الوصية اللي كلنا حافظينها وعارفينها وقليل قوي قوي اللي بيعمل بيها، لما يقول لك حب الرب إلهك من إيه؟ من كل قلبك، من كل فكرك، من كل نفسك، من كل قدرتك. إيه ده؟ كل ده؟ طب فاضل إيه تاني؟ لا، مش فاضل حاجة. الرب يكون هو الأول والآخر، الرب يكون هو اللي مالك على القلب، الرب يكون هو لهفتي وشوقي وشغفي ليه؟ وفي الحقيقة هو مستحق الكده. شفنا مريم الجميلة اللي ما همهاش أي حاجة وما فكرتش في أي حاجة، كان اهتمامها حاجة، إيه هي؟ إنها تقعد عند قدمي السيد، بس مش قاعدة أي قاعدة وخلاص، دي ما كانتش قاعدة سرحانة، دي كانت قاعدة بتعمل إيه؟ بتسمع لكلامه. طيب في العدد اللي احنا قرناه في الآخر في إنجيل متى، دي الوصية اللي وصى الرب بيها تلاميذه، وصاهم امتى؟ بعد ما اتصلب وتعذب ومات واتدفن وقام في اليوم الثالث وظهر لكلهم كلهم وبدأ يقول لهم آخر كلام وآخر وصية وبعدها هيصعد. والكلام الأخير ده دايما بيبقى مهم جدا، زي أب مثلا كده قبل ما يفارق الحياة وهو على فراش المرض يوصي ولاده، ويوصي ولاده ويقول لهم يخلوا بالكم من كذا ومن كذا ومن كذا، دي وصية. بس وصية بقى ايه؟ الكلام الأخير قبل الصعود، فده مهم جدا. قال ايه؟ قال لهم اذهبوا وتلمزوا جميع الكلام ليك وليا، لأن احنا ايه؟ الأصل بتاعنا أصل ايه؟ مش أصل يهودي. احنا يا جماعة لو سمحتوا ركزوا معايا، بلاش الكلام الجانبي، احنا مش أصل يهودي، احنا أصلنا ايه؟ أمم.
فهنا الوصية الكلام ده ليك وليا قبل الصعود مباشرة. قال لهم اذهبوا وتلمزوا جميع الأمم وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس. في حاجتين أوصاهم وقال لهم اعملوهم وخلي بالكم منهم، التلمذة والمعمودية. طيب لما نيجي نتكلم ان الوصية بتتكلم عمدوهم باسم الآب والابن والروح القدس، خليني اخد معاكم مقدمة كده وهرجع لحتة التلمذة. احنا بنتكلم دلوقتي عن ثلاث ألقاب، الا وهو المثلث الأقانيم، شخص ربنا ليه كل المجد، الآب والابن والروح القدس. لما اجي انطق اللفظ ده او اللقب ده او الاقنوم ده واقول اول حاجة الله الآب، انا علاقتي بايه؟ طيب خلينا ناجل حته الله الاب دي دلوقتي. انا لما اجي اتكلم واقول زميلي في الشغل علاقتي بايه؟ مجرد زماله، انا بشوفه شويه في ساعات العمل، ممكن اقول له صباح الخير او مساء الخير وخلصنا، ده اللي بيربطني بيه، ده مجرد زميل. بس لما اجي اتكلم عن واحد صديق، واحد صديق واقول له فلان ده صديقي، ديفيد واسامه اصدقائي، فلما اجي اتكلم عليهم بلغه الصداقه اقول ده انا بحكي له سري، ده انا لك فلكم مشوار بروح معاه، احب اقعد معاه واحب امشي معاه، بتربطنا ببعض علاقه صداقه، صح؟ بس لما اسيب بقى اصدقائي وزمايلي واخش في عمق شويه في العلاقه، اتكلم عن ولادي، لا 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 لا، يبقى ده في عمق اكتر، ولادي ده انا مسؤول عنهم، ولادي بحبهم، عايزهم احسن مني، بوفر لهم كل احتياجاتهم، بقعد معاهم والعب معاهم واشوف مشاكلهم، فالعلاقه اللي بتربطني بيهم ايه؟ علاقه حميمه اكتر من الزماله والصداقه بكتير، صح كده؟ انتوا معايا؟ طب لما اجي اقول لكم علاقتي بمراتي اللي في البيت، لا لا ده كده الموضوع ده خد شكل وعمق كبير جدا جدا. مراتي يعني حاجه انا وهي جسد واحد، مراتي يعني كل حاجه بنتشارك فيها، الاكل والشرب والمشاكل وكل حاجه، مراتي بيجمعنا انا وهي اوضه واحده. يعني عايز اقول لكم عمق في العلاقه. يبقى دي لما اتكلم عن مراتي ده حاجه تانية خالص، مش زي بقيه البشر، دي حاجه انا وهي يعني حاجه بينا بتجمعنا علاقه حميمه. طيب لو سبت كل البشر دول البعيد فيهم والقريب وجيت اتكلم عن الله مثلث الاقانيم واتكلمت عن اقنوم الله الاب، اقنوم الله الاب، العلاقه اللي بتربطني به ايه؟ خلينا نكون النهارده بنضع الفأس على اصل الشجره، وخلينا نكون بنركز قوي على اللي جوانا في علاقتنا بالله. ايه العلاقه اللي بتربط؟ احنا شفنا امثله في علاقات بيننا وبين البشر، زمايلي، اصدقائي، ولادي، مراتي، كل منهم ليه علاقة أعمق من التاني. طيب لما أجي أتكلم عن علاقتي بالله، الله الآب، معنى الله الآب يبقى المفروض أن أنا إيه؟ الإب، صح كده؟ وإنت البنت، صح؟ طب هل بنتعامل من هذا المنظور؟ هل ده مفعل في حياتنا؟ بنتعامل مع ربنا فعلا على إنه هو أبونا وأقدر أقول له يا أبويا زي ما كنا بنرنم؟ هل ده فعلا جوايا وماشي بيه ومفتخر بيه وعايش كده حاسس فعلا ان الله ابويا؟ صدقوني لو ده حقيقه مفعله جوانا عايشين بيها، لا هنخاف ولا هنتزعزع ولا هيهزنا اي حاجه ولا في خطيه تقدر علينا. عارفين ليه؟ علشان انا بتبع اله، يبقى ليا ايه؟ علاقتي بايه؟ اب، وانا ابنه وانت بنته. طيب لو سيدنا الله الاب باللقب العظيم دوت ومسكنا الاقنوم الثالث بقى، مش الثاني، الثالث اللي هو بقى ايه؟ اقنوم الروح القدس. عارفين علاقتي بالروح القدس ايه؟ لما يكون الله الاب يبقى هو ابويا وانا ابنه. طيب بالنسبه للروح القدس، لقب الروح القدس، الله الروح القدس، علاقتي به ايه وايه اللي يربطني به؟ حد هنا عارف؟ انتوا عارفين انا بالنسبه للروح القدس ايه؟ وانت كمؤمنه انت بالنسبه للروح القدس ايه؟ انت مسكن، احنا ككنيسه مسكن للروح القدس. طب نجيبها كتابيا، انتم هيكل الله وروح الله. يبقى أنا بالنسبة للروح القدس إيه؟ مسكن وهو ساكن فيا. خد أقول لكم على حاجة، أقول لكم على حاجة اللي بيدل على قيمة المكان اللي هو ساكن فيه. يعني أنا مثلا لو بيتي نظيف، بيتي منزه، بيتي كويس، بيتي يعني كل حاجة فيه منظمة مرتبة، هيقولوا ده اللي قاعد فيه ده إيه؟ ست بيت شطرة. ليه؟ علشان بينعكس عليها اللي موجود. أنا كساكن في البيت بعكس قيمتي في البيت بتاعي، وكلنا بنشوف الكلام ده لما نخش بيت كده، ليه؟ يا سلام، ده البيت ده ايه؟ ده ست بيت شاطره وجايبه وعامله. فلما يكون انا بقول انا مسكن للروح القدس والروح القدس ساكن فيا، يبقى اللي فيا لو خراب يبقى الروح القدس ما سكنش.
لو في دمار وعاطل على باطل عمال خطايا وشرور وزي العالم وشبشبهم في كل حاجة، إذا فين سكن الروح القدس؟ الروح القدس لما بيسكن بيعمل إيه؟ بيغير، بينظف، بيطهر. الروح القدس بيقودك، الروح القدس بيتكلم على لسانك يبقى كلامك مملح، نظراتك كويسة، قعدتك الناس كلها تحبها. طب ده لما اتكلمنا عن الله الآب أنا ابنه والروح القدس أنا مسكن ليه. طيب الابن بقى يسوع المسيح فيه ليه عدة ألقاب في تجسده على الأرض، منهم لقب المخلص. يبقى المفروض أن أنا إيه اللي حصلت على الخلاص، صح كده؟ كم حد هنا حصل على الخلاص؟ اللي حصل على الخلاص أكيد يرفع إيده. طيب واللي ما رفعش إيده متشكك في خلاصه؟ طب هقول لكم على حاجة، كل حد ما رفعش إيده أنا بشكره جدا لأنه هو ما كانش منافق، ما كانش بيمثل. وفيه ناس كتير رفعت إيديها عن يقين وعن ثقة إنها خدت الخلاص. عايز أقول لك إن الخلاص قريب منك قوي، مش بعيد ومش هيكلفك حاجة. يسوع المسيح إدانا الخلاص، طب أنا أشتريه بكام؟ أدفع فيه إيه؟ أعمل إيه؟ أتوسط أجيب واسطة منين عشان أحصل عليه؟ ولا كل ده. كل المطلوب مني إن أنا أعمل إيه؟ أقول له يا رب أنا بقبلك، امنحني هذا الخلاص، أنا عايزك تكون سيد وملك وتملك علي، ملكوتك وبرك بطلب. طيب اتكلمنا عن الله الآب، اتكلمنا عن الروح القدس، اتكلمنا عن يسوع المسيح في ألقابه مخلص، لكن خد فيه لقب تاني مهم ألا هو الراعي. يبقى احنا ايه؟ الرعية، صح كده؟ طيب هناخد بقى اللقب المهم جدا اللي دي كلها كانت مقدمة، اللقب اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة، ألا وهو أخذ لقب المعلم. يسوع المسيح المعلم، المعلم قد حضر، وشفنا الشاب لما كانوا أيها المعلم الصالح، فكان ده لقب من ضمن ألقاب سيد يسوع المسيح وفي تجسده المعلم. فلما يكون المعلم موجود يبقى احنا ايه؟ احنا التلاميذ. كم حد هنا شاعر انه فعلا تلميذ للرب يسوع؟ احنا النهاردة هنتكلم عن طبيعة التلميذ. انا مش هأديكم محاضرة تلمذة، دي مش بتاعتي، دي بتاع القسيس، لكن انا هتكلم عن روح التلمذة. يعني ايه تلميذ وايه صفات التلميذ وازاي اعرف اذا كنت انا تلميذ ولا لا، وهل التلمذة دي وان روح التلمذة دي تبقى جوايا ده مهم ولا شيء مش مهم؟ ده اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة في عجالة، وانا مش هطول عليكم بس نفسي في اصغاء بنسبة 100%. اول حاجة دلوقتي الرب يسوع اخذ لقب المعلم، يبقى انا تلميذ ليه وانت تلميذة ليه. ازاي ادرك ده؟ ازاي افهم ده؟ ازاي ده اكتشف ان انا تلميذ ولا مش تلميذ؟ اول حاجة التلميذ ليه صفات. من ضمن صفات التلميذ واول حاجة في التلمذة الا وهي ايه؟ المواظبة. التلميذ لازم يواظب، لازم يداوم، يداوم على المدرسة بتاعته، يداوم على دروسه، يداوم على واجباته، لازم يكون بيواظب. ينفع يروح يوم وما يروحش يوم؟ طب ما في دروس هتفوته. فالتلميذ اللي في مدرسة العالم لازم عشان يلتحق بالمدرسة لازم يكون فيه غياب وحضور، لازم يكون منتظم ويواظب ويداوم على حضور المدرسة بتاعته. أخبار إحنا انتظمنا إيه؟ بنيجي الكنيسة لأنها خط أحمر ما ينفعش حد يبعدنا عنها، والاجتماعات بتاعتنا مهما كان ومهما يكون هنحضر، يعني هنحضر ولا لو فيه وقت نروح، ما فيش وقت ما نروحش. تعبانة شوية لا، طب فيه مسلسل، طب فيه فيلم، طب مش عارف ايه، طب فيه مشكلة، طب العيال ما كلوش، لا ممكن أجل الاجتماعات وأجل الكنيسة. لو ده بيحصل يبقى أنا ما عنديش مواظبة، يبقى أنا حد ايه؟ زي ما بتيجي بالصدفة، جت من باب راحة، جت ما جاتش ما جاتش. طيب ناخد صفة تانية من صفة التلميذ، التلميذ كمان ايه؟ بيخضع للمعلم. التلميذ يعني فيه خضوع. يا ترى أخبار خضوعنا وخشوعنا وانكسرنا امام المعلم اللي في وسطينا اخباره ايه؟ يا ترى الخادم بيقف على المنبر، يا اختي اسمعيني، طب لو سمحت ركزي معايا، طب يا اللي سرحانه، طب يا اللي نايمه، ويصحف ده ويصحف ده، ولا قاعدين منتبهين شخصين للرب يسوع؟ احنا لسه كنا بنتكلم عن مريم، مريم كانت قاعده عامله ايه؟ قاعده عامله كده، قاعده بص منتبهه بتسمع وبتصغي لكلام المعلم. احنا اخبار اصغائنا ايه؟ يا ترى بنبقى قاعدين بالجسد بس ودماغنا شاردة في حتة تانية وهو دخلنا الكنيسة وخرجنا وخلاص، ولا قاعدين مصغيين علشان عارفين ان كل كلمة بتتقال لها وزنها ولها قيمتها؟
يبقى التلميذ لازم يكون بيواظب وبيداوم، التلميذ لازم يكون بيقدم كل هيبة وكل احترام وخضوع وخشوع لمين؟ للمعلم. مش بس كده، لكن كمان التلميذ لازم يدخل في امتحان. ما هو بيتعلم طول السنة وفيه دروس بياخدها، بس علشان يتنقل من مرحلة لمرحلة، من سنة أولى لسنة تانية لسنة تالتة لسنة رابعة، ويخلص ابتدائي يخش إعدادي، المراحل دي والتسلسل ده في الانتقال من مرحلة لمرحلة، يبقى لازم قبل منه يعمل إيه؟ يخش الامتحان. وأنا عايز أقول لكم الامتحانات قدامنا في كل يوم بنكتس فيها. أخبار درجاتنا بناخد درجات إيه؟ كل امتحان بتدخلي فيه اعتبري ان ده امتحان هينقلك من سنة لسنة، من مرحلة ضعف لمرحلة قوة. الامتحانات كتير بقى، ممكن شوية امراض زي الكورونا اللي احنا عايشين في وسطها دي بتسبب لنا رعب، ولا احنا متكلين على الرب، زي مثلا شوية مشاكل، شوية احتياجات، مش عارف ايه الى اخره، كل واحد عارف باللي جواه، وكل واحد عارف الدنيا والدايرة اللي واخدها من ربنا ايه، بيعمل فيها ايه، بيتصرف فيها ازاي، بينجح في الاختبار ولا مش بينجح. طيب افترضنا ان في المدرسة بتاعت العالم تلميذ قاعد في ابتدائي بقاله 15 سنة في ابتدائي ومش عاوز يتحرك منها في تانية او في تالتة، وما بيدخلش المرحلة اعدادي خالص، ده نقول عليه تلميذ ايه؟ خيبان، تلميذ بليت، تلميذ مش شاطر، تلميذ واقف محلك سر. اسأل سؤال وكل حد فينا يجاوب في قلبه. احنا بقى اخبار انتقالنا من مرحلة لمرحلة اخباره ايه؟ يا ترى الطبع هو هو؟ كلامنا مع الاخرين هو هو؟ مسكتنا لسيرة الناس والاخطاء اللي متعودين عليها ما زالت هي هي؟ ولا احنا في نمو مستمر؟ ولا احنا في تنقل من مرحلة لمرحلة؟ يعني السنة دي زي السنة اللي فاتت زي اللي قبلها؟ خدوا بالكم كويس قوي لو سمحتوا ركزوا معايا. احنا بنعرف ان فيه منتجات في السوق بعضها مزيف ومخشوش وبعضها اصلي. بتلاقي بيت مبني كده بدون عمدان سويسي وبيت مأسس صح، فلما يجي زلزال يعمل ايه في البيت اللي مش مأسس صح؟ هيوقعه. عارفين ليه؟ علشان ده ما تأسسش صح. احنا اساسنا في كنيستنا التلمذة. خدوا بالكم، اي مؤمن عرف الرب، اي مؤمن اتولد الولادة التانية، لازم يكون بيخضع للتلمذة، ولازم يكون بيعيش بدور التلميذ، يكون عنده روح التلمذة. احنا النهاردة بنتكلم عن روح التلمذة اللي جوانا، ازاي بقى عندي خضوع، ازاي يكون عندي مواظبة، ازاي اقدر اخش الامتحان اخرج منه بمرحلة اقوى، ازاي اتنقل واكون في نمو مستمر. امبارح ما يكونش زي النهاردة، السنة اللي فاتت ما يكونش زي السنة دي، لا، يبقى انا لسه محلك سر. طيب التلميذ لما بياخد درس بيروح البيت يعمل ايه؟ يحل الواجب بتاعه. طب احنا اخبرنا لما بنخرج من الكنيسة خلاص وقتك يا رب خلص، ولا بنروح البيت نشوف الدرس اللي تعلمناه في الكنيسة ايه، ونفتح نقرا الشاهد ونفتش في الكتاب ونزيد في النمو ونزيد في المعرفة ونزيد في التصفح ونلهك في ناموس الرب نهار وليل. اخبرنا ايه؟ التلميذ اللي بيجي من المدرسة يرمي كراسته وشنطته وينام او يطلع يلعب، تتخيلوا انه هيجي في الامتحان ينجح؟ ما اعتقدش. اول امتحان واول اختبار يجيله هيقعد مبلم وهيسقط. واحنا مرات كتير نهلل في الكنيسة ونسمع، وسمعنا وعظات ياما وياما ياما ياما ياما، حضرنا اجتماعات سنة دي واللي قبلها واللي قبلها، بس لما بنكتاز في ظروف صعبة، بنكتاز في مرض، بنكتاز في ضيقة، في مشكلة، في احتياج، في اي كان، بيكون ده بمثابة امتحان، بننجح ولا بنسقط؟ بنجيب كم من 10؟ من فضلك يا أختي النهاردة يمكن الروح القدس بيكلمني ويكلمكم وبيقولك لو سمحتي راجع نفسك، في وقفة حقيقية مع نفسك وشوفي انت النهاردة زي امبارح وأول، مفيش جديد، مفيش تغيير. طب والكلام اللي بيتقال من على المنبر ده لازمته ايه؟ كلام ربنا، انجيلنا وكتابنا المقدس اللي في البيت اخباره ايه؟ عليه تراب ولا احنا بنفتحه ونقلب فيه وبندور؟ انتوا عارفين اقول لكم على حاجة، في مدرسة العالم التلميذ لما بيروح مدرسة لازم بيسمع للمدرس، المدرس دوت بيشرح له منهج بعيد عنه كل البعد،
مجرد بالنسبة له شغلانة المدرس بيعملها انه يشرح له المنهج ده عشان يمتحن فيه وينجح. بس في مدرسة المسيح، في المدرسة الروحية، في التلمذة وروح التلمذة اللي جوانا، عارفين احنا بندرس مين؟ احنا مش بنتعلم منهج وخلاص، ده احنا بنتعلم يسوع نفسه من المعلم. المعلم بيعلمنا نفسه وذاته، بيدينا المنهج بتاعه وهو افكاره وكلامه، كلامه اخبرنا ايه مع المنهج بتاعنا، اخبرنا ايه مع يسوع. الحقيقة واللي لازم يتقال النهاردة انه مفيش تلميذ ما يكونش مؤمن، لازم يكون مؤمن عشان يتلمس. بس عايز اقول لكم على حاجة، فيه مؤمنين كتير مش تلاميذ، فيه مؤمنين جم في اجتماع، جم في نهضة، جم في وقت من الاوقات حسوا انهم في احتياج للرب، سلموا حياتهم للرب، ومن هذه اللحظة فصاعدا هم متعاملين مع الرب بطريقة هامشية سطحية. بنيجي نسمع واللي سمعناه ندخل من هنا يخرج من هنا ونخرج زي ما دخلنا. الطريقة السطحية دي والطريقة اللي بتتعامل فيها بيها مع ربنا بالطريقة دي، عايز أقولك هتفضلي أنت مؤمنة هش، مؤمنة أيلة للسقوط، مؤمنة زي الريشة في مهب الريح، تاخدها الريح شمال أو يمين، مؤمنة عرضة أن الشيطان ممكن يصدمك بشوية تعليم خطأة تاخديهم. ليه؟ عشان انت مش متعلم. عارفين الجاهل اللي مش متعلم لو حد مضاها على شيك او وصل امانه ما هو مش عارف مكتوب فيه هيمضي. ليه؟ عشان مش متعلم. المؤمن اللي مش متلمز ومش بيصغى لصوت ربنا، عايز اقول لكم الشيطان ممكن يرمي له شويه تعليم خطا يقبلهم. يجي واحد في الشارع يكلمه عن اي حاجه ايا كان، اهو كله بيتقال، الكنيسه بيقولوا، بره بيقولوا، ما هو كله بيقول، وياخد من هنا وياخد من هنا، وتبقى دماغه دي زي ايه، باسكت زباله اي حد ممكن يرمي فيها. لكن المؤمن اللي متلمز، المؤمن اللي عايش بروح التلمذة، لا ده هو بقاله فترة بيذاكر، ده بقاله فترة بيواظب ويداوم، ده بقاله فترة عنده إصغاء وإنصات لصوت الرب وصوت المعلم، ده بقاله فترة بيخش في امتحانات وبيكتس فيها وبينجح فيها، نشفت عظمه، خلت عنده صلابة، خلت عنده قوة على الاحتمال. إيه أخبار التلمذة عندنا؟ إيه أخبار روح التلمذة عندنا؟ طيب أنا مش هطول عليكم، بس عايز أخد معاكم حاجة مهمة جدا، ألا وهي إيه بقى؟ إحنا هنجيب مع بعض إنجيل يوحنا ونشوف يا ترى هنقيس الكلام ده علينا إحنا، علينا إحنا. في يوحنا إصحاح 8 وعدد 31 يقول الكتاب إيه بقى؟ بصوا علشان نكشف نفسينا ونشوف يا ترى إحنا فعلا تلاميذ ولا لا. بصوا الآية اللي قدامنا على الشاشة دي بتقول ايه، لو سمحتوا ركزوا معايا اللي ورا، بيقول فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به انكم ان ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون تلاميذي. اللي بيدرس فيكم لغة عربية وفاهم النحو او فاهم اللغة العربية صح، ان حرف الان او اداة الان دي اداة شرط، اداة ايه؟ شرط. إن ثبتتم في كلامي فبالحقيقة تكونون إيه؟ تلاميذي. طب لو أنا ما ثبتش، طب لو أنا بقى على كل لون، طب لو أنا ماسك العصاية من النص، طب اجتماع أو اجتماع لا، أنا مش ثابت، أنا متزعزع، أنا ماشي، أنا اللون الرمادي ماشي بين اللونين، ده ثبات؟ لا ده مش ثبات. طب أنت في الحالة دي تبقى إيه؟ يبقى مش تلميذ. طب إيه ظروفك؟ ده أنا زي القشة في مهب الريح، ده أنا ممكن أي كلمة توديني وكلمة تجيبني، ده أنا ممكن أقول الكنيسة دي فيها أجري عليها، اللي مش عارف إيه بيعمل إيه أجري، في فرح أروح، في خناقة أتخانق، عارفين ليه؟ علشان أنا مش مؤسس، أنا مش جوايا روح التلمذة، ما جواياش ثبات، ما عنديش ثبات. فالآية واضحة وصريحة، ما هيش فلسفة يا جماعة. فقال يسوع لليهود الذين آمنوا به إنكم إن ثبتتم في كلامي بالحقيقة تكونون تلاميذي. لقب تلميذ لازم يكون لقب كل مؤمن، لازم يكون جواك الروح دي، روح التلمذة. أكتر اجتماعات بتتحارب في كل كنيسة اجتماع الصلاة واجتماع دراسة الكتاب أو التلمذة، الاجتماعات دي هي أكتر اجتماعات بتتحارب. نشوف اجتماع عام زي كده أو مليان، طيب هنعمل اجتماع صلاة تلاقي 5 في 6، طيب هندرس الكتاب تلاقي الناس بتهرب والناس بتجري. ليه؟ لأن الشيطان بيحاول يعرقل ويعطل أنك تكوني جواك التلمذة وجواك الفهم والإدراك. يا شعب الرب، يا مؤمنين، لازم تكملوا المسيرة،
تلمذوهم. دي وصية الرب يسوع قبل ما يعمل ايه؟ قبل ما يصعد. فيا ترى جوانا ثبات ولا ما عندناش روح الثبات؟ طيب هناخد آية كمان تثبت لنا أنا تلميذ ولا مش تلميذ. في إصحاح 15 ومن عدد كام؟ 35. بهذا يعرف الجميع أنكم تلاميذي إن كان لكم حب بعضكم. الناس هتعرف إن إحنا تلاميذه ولا مش تلاميذه إزاي؟ أول واحدة عرفناها إن لازم يكون فينا ثبات، وإن ما كانش عندنا ثبات وعندنا تزعزع إحنا مش تلاميذ. تاني واحدة مهمة قوي إن إحنا لازم يكون عندنا إيه؟ محبة. أخبار محبتنا لبعض إيه؟ كلمة محبة دي كلمة كبيرة قوي قوي قوي، ينفع ناخد فيها سلسلة. بس عايز أقولك اكشفي نفسك قدام نفسك النهاردة، خلي الروح القدس يخاطب الروح جواكي، يخاطب نفسك يقولك أنت فعلا عندك محبة ناحية أخوك أو أختك، ما عندك محبة ناحية جارتك، عندك محبة ناحية حماتك، عندك محبة ناحية الآخرين بصفة عامة. ما أنا لو فقدت المحبة أبقى أنا ولا تلميذ ولا مؤمن ولا لأن الله محب، لأن الله محب. يبقى أنا علشان أعرف أنا واقف فين ورايح على فين، أنا مؤمن أو مش مؤمن، أنا تلميذ ولا مش تلميذ، لازم أكون بقيس نفسي على الكلمة. يا جماعة الكلمة هي اللي بتقيس جوايا أنا واقف فين ورايح على فين. هي مش اجتماعات تسبيح وكلام يتقال وخلاص وخارجين داخلين وخلاص. مش عايزين نكون شكليين، مش عايزين نكون شكليين أو اللي في حياتنا. على فكرة على فكرة أقول لكم على حاجة، إبليس ما عندوش أي مشكلة ولا عنده أي مانع أنك تروحي الكنيسة كل يوم خالص خالص، لكن كون انك تروحي تتغيري، تروحي تسمعي، تروحي تفهمي، تروحي تتنقلي من مرحلة لمرحلة، لا ده يوجعه جدا. يقول لك حاسبي بقى ستوب، انا سيبك تروحي الكنيسة بس تروحي الكنيسة سرحانة، تروحي الكنيسة قاعدة نايمة بتفكري في اي حاجة، يعني عبادة شكلية، ما عندوش ادنى مشكلة. لكن ايه اخبار الثبات وايه اخبار المحبة؟ طيب هناخد واحدة كمان برضو في انجيل يوحنا اصحاح 15 وعدد 8. اقروا معايا الآية دي كده من فضلكم. بهذا يتمجد أبي أن تأتوا بثمر كثير فتكونون إيه؟ تلاميذ. إيه أخبار الثمر؟ أي شجرة موز الثمر بتاعها بيكون إيه؟ موز. شجرة التفاح الثمر بتاعها بيكون إيه؟ تفاح. طب المؤمن بقى، هنعتبر إن المؤمن شجرة بيطرح إيه؟ نعم؟ مؤمن. المؤمنين كأشجار، وصفهم في المزمور إيه؟ كشجرة مغروسة عند مجاري المياه التي تعطي ثمارها في أوانها وورقها لا يزبل. أنت أخبارك إيه؟ دبلانة؟ دبلانة روحياً؟ الثمر، ثمر الشفاه بتاعك أخباره إيه؟ كلامك مملح ولا كلامك زي الخنجر؟ يا ترى نظرتك للآخرين فيها احتقار ولا بنظرة بريئة أو نظرة بسيطة؟ يا ترى أفكارنا تجاه الآخرين أفكار كويسة، أفكار محبة؟ إيه أخبار الثمار بتاعه؟ طب مين حافظ ثمار الروح القدس؟ ثمار الروح القدس كام؟ 9. مين في مين هنا يسمعهم؟ يلا نقولهم كلنا مع بعض، يلا. كل ده حلو قوي، يا ترى أخباره معنا إيه؟ كم واحدة مفعلة فينا؟ ما هو علشان نكون تلاميذ لازم نكون فيه ثمر. احنا قلنا الصفة بتاع التلميذ، النتيجة بتاع التلميذ، المؤشرات بتاع التلميذ. اول واحدة ثبات، راجعوا معايا، اول واحدة ثبات، تاني واحدة محبة، صح كده؟ تالت واحدة لازم يكون فيه ثمر. احنا اخبرنا ايه؟ طيب مين حاطط ايده في ايد القسيس وبيخدم معاه، بيزور معاه، بيعمل معاه شغل كعبارة عن ثمر بيوضح فيه إيمانه وانتمائه للمكان؟ عايز أقول لكم مهم جدا جدا يا شعب الرب، يلي بتؤمنوا بيسوع المسيح لازم تكونوا تلاميذ وجواكم روح التلمذة. وعشان يكون جواك روح التلمذة لازم يكون فيه مواظبة مداومة، لازم يكون فيه ثبات، في محبة، فيه ثمر. آخر حاجة هختم بيها في لوقا 14:27، يعني دي آخر حاجة نفسي نكون إيه، ما كنش بحشي معلومات وخلاص، لكن نكون احنا بندرك ونفهم ما يقول الروح للكنائس. 27 يقول ايه بقى؟ ومن لا يحمل صليبه ويأتي ورائي فلا يقدر ان يكون لي تلميذا.
أنا مش حابب أطول ومش حابب يكون شوية معلومات وخلاص بنسمعهم، لكن عايز أقولك وراجع معاكي أربع حاجات مهمة. لازم تحملي صليبك وتكوني من أتباع الرب يسوع مهما كانت الضيقات ومهما كانت الظروف. لازم يكون فيه ثمر في حياتك، لازم يكون فيه محبة، لازم يكون فيه ثبات. مين يراجعهم معايا؟ يلا، ثبات، محبة، ثمر، صليب الرب. لازم يكون جوانا روح التلمذة، لازم نعيش مع الرب بخضوع وخشوع لأنه هو المعلم ونحن تلاميذه. نفسي في الوقت اللي جاي نكون بنحني رؤوسنا وبنصلي. تعرنم معايا وصلي الكلمات الجاية وانت بتقولي له الكلمات دي. يا رب كلنا بين ايديك، تعال يا رب شدد، تعال يا رب ادي قوة، تعال يا رب حرر، تعال يا رب فك كل قيود يا رب. يمنع على الأرض ظل عايزين نحياها بمانا، لن خونك ولا يوم نضل وملامحك تضاح جوانا. يمنا على الأرض الشهوات اللي
تغرينا وانضغط الاعلام يوم زاد نجري الاحضانك يا فدينا ساعدنا نهرب من الفساد كل لحظة
بعيد عنك مش ضمنها، بس انت عرفت كنت حياتي تمشي بيها وتستلمها. انا عارف كل لحظة بعيد عنك مش ضمنها، بس انا عايزك تكون حياتي تمشي بيها وتستلمها. يا يسوع تعبان محتاج لحنان، محتاج حب، محتاج صوتك اسمعني. انا بدي بتهل ايدي عين عليك دموعي تصرخ لك. انا محتاج لك يا رب، انا باجي عليك. يسوع تعبان محتاج لحنان، محتاج صوتك اسمعني. بتدلي ايديك العين عليك دموعي تصرخ لك. انا محتاج لك بني يا رب، انا بجري عليك. اشكرك. هللويا يا رب، محتاجينك قوي. أتحبني
قلبي من كل قدرتي فحبك أسرني وأذاب قساوتي خذني عند الصليب حيث الدام السكين قلبي من كل قدرتي بحبك أسرني أذابك قساوتي وزني عند الصليب حيث الدم السكين فلا أقدر ولا أكفي سجودا يا حبيبي أتحبني أتحبني أحبك 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 أتحبني أيوة يا رب أتحبني أحبك بكل قلبي أتحبني هللويا يا إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه امبارح وكل سنين يا إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه امبارح وكل سنين أيوة إلهي حي حبه ماله زي أيوة إلهي حي حبه ماله زي يا على الشيء أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه امبارح وكل سنين أيوة إلهي صالح إلهي أمين يشهد عنه امبارح وكل سنين أيوة إلهي قدير ضامن المسير أيوة إلهي قدير ضامن المسير ولذيذ ايه وانا بشتغل مع بعض ايوه ابو العز معذبني
يلا شعب الرب ابو العز معززني وانا عايش عايشه في خير ولا لا امين اشكريه وقولوا له اشكرك لانك معيشنا في خيرك يا رب كنا بنسمع كلمه الرب على فم اخونا الفاضل الاخ سمير بيقول لو عايز تبقى تلميذ لازم تعمل ايه يبقى عندك محبه تثبت فيه تاتي بثمر وتحمل صليبه والشيء الصعب ان احنا نعمل ايه في العالم سيكون لكم ضيق لكن ثقوا أنا قد غلبت العالم عايز تعيش للرب احمل صليب الرب أمين